مشاهدينا الكرام بعد ما استعرضنا احنا وياكم على هنا الصباحيه لهذا اليوم وتعرفنا على تقاريرنا المنوعه حول العالم، اذا خلونا مباشره نذهب الى موضوع اخر. دائما احنا يعني نطلعكم على كل التفاصيل الخاصه بالسوشيال ميديا والمواضيع الإيجابية أو السلبية إن وجدت، وأيضا اللي تم نشرها ورصدها على السوشيال ميديا. اليوم للأسف يعني عندنا خبرين سلبيات، ما عندنا خبر إيجابي، لأن هذه المواضيع صار من الضروري بأنه إحنا نتطرق لها، هي موجودة المواضيع الإيجابية، لكن اليوم مقارنة بالأمور الأخرى السلبية هي تعتبر بصراحة. يعني قصدك إنه إحنا نعتمد أكو شيء مهم وأكو شيء أهم، فإحنا نأخذ دائما الأهم اللي يحدد مصير بلدنا صحيح. واللي يحدد مستقبل شعبنا اللي هو مصير بلد كامل. طبعا من الأمور الإيجابية خلينا نذكرها شوية، اللي هو إصدار الجوازات عبر المواقع الإلكترونية قريبا صحيح. إن شاء الله لحد ما يتم فعليا، يعني إن شاء الله راح نتخلص من العمليات المعقدة والصعبة، وكنتوا تعانون في فترة معينة أنه أنتوا لازم تدفعون مبلغ من المال أو صح. تروحون، أو كبير السن قد يعاني من مشكلة المراجعة واللي خارج العراق. إذا هذا حل جميل جدا من قبل وزارة الداخلية اللي باشرت بهذا المشروع، حتى يكون أنت قاعد ببيتك صح. بجوالك أو بلابتوبك ممكن تقدم على تجديد الجواز أو إصدار جواز جديد من خلال موقعهم الخاص الإلكتروني اللي يتم حاليا العمل عليهم قريبا إن شاء الله. يمكن أكو بعض الأخبار اللي انتشرت بالسوشال ميديا بخصوص الرواتب، أنه هي ما راح أكو رواتب على أساس بشهر السابع، أنه ما راح تتأمن الناس، قالت نقول باقة طنها والناس خايفة صح. أبو الإيجار شال هم، لكن الحمد لله الأخبار كانت إيجابية البارحة الحمد لله، وهي أنه الرواتب تأمنت لهذا الشهر السابع إن شاء الله، والناس راح تستلم كل الموظفين تقريبا بمختلف الاختصاصات. فاحنا نقول يا الله وما عليكم بالاخبار اللي موجوده، اكو بعض النفوس الضعيفه اللي تحاول تهبط من معنويات المواطن العراقي وتحاول انه تدمر نفسيته، فان صحيح. شاء الله اخذ الاخبار الصحيحه مثل قناه رشيد الفضائيه وباقي المصادر أكيد. الاخرى الموثوقه. اذا خلونا من بعد الخبر او الاخبار الايجابيه اللي ذكرتها، خلينا ننتقل الان لاول موضوع تم نشره على السوشيال ميديا. يعني هو مو جديد هذا الموضوع بصراحه، هو قديم لكن ما حد ما يولي له اي اهميه لهذا الموضوع بالتحديد. الموضوع بانه يعني حذروا من عنده بانه نهر دجله راح يتعرض للجفاف قريبا قريبا. اذا خلي نذكر شنو تفاصيل هذا الموضوع. بحسب دكتور رمضان حمزه محمد، ومثل ما ذكر اللي هو خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية وعضو هيئة التدريس في جامعة دهوك، يقول بأنه الوضع المائي بالعراق يتجه نحو العوز المائي، وراح تتفاقم الأزمة المائية بسبب تحكم دول الجوار في الحصص المائية، بالإضافة لسوء الإدارة المائية داخليا. سد إليسو التركي بدأ في توليد الطاقة الكهرومائية بثلث طاقته على أن يعمل بكاملها في غضون الأشهر المقبلة، ولا يوجد مخزون استراتيجي يعتمد عليه العراق في سنوات الجفاف والشحة، لكن بسبب عدم وجود سدود كبيرة وتقادم عمر سدي دوكان ودربندخان سوى سد الموصل الذي يخزن في حدود 7 مليارات متر مكعب، والعراق غير قادر على تخزين أكثر من هذه الكمية طبعا خوفا من مشكلات انهيار السدود. السد التركي طبعا سيخفض الوارد المائي إلى العراق من 22.93 مليار متر مكعب إلى 9.7 مليارات متر مكعب سنويا. يعني هذا الرقم فرق جدا شاسع، وبصراحة هذه كارثة بحد ذاتها. هذا يمثل حوالي 47% من واردات دجلة، مما راح يؤدي إلى تقليص المساحات الزراعية ومناطق المراعي وتزايد رقعة الجفاف بالأول والتالي. تقدر المساحات اللي راح تتأثر بأكثر من 4 ملايين دونم، وراح يغير هذا الشيء من نمط تدفق المياه الموسمية. هذا راح يسبب تآكل قاع النهر، أكيد بالتالي راح يصير عندنا نقص كبير من مستوى الأكسجين المذاب والمواد العضوية اللازمة للثروة السمكية. طبعاً
يعني نشرنا هذه الدراسة مثل ما هي نصا، لأن هي علمية ومدروسة للأستاذ مثل ما ذكرنا اسمه اللي هو دكتور رمضان حمزة محمد، خبير استراتيجيات والسياسات المائية وعضو هيئة التدريس في جامعة دهوك. طبعا هذا الموضوع يا مشاهدينا حذر من عنده على مدى سنوات سابقة عديدة، 2019-2017 منذ أن بدأوا بكل هذه المواضيع للأسف، وأيضا بدأوا بسد إليسو التركي اللي حذروا بأنه هذا راح يخلي مياه العراق بيد دول أخرى، يعني هذا راح يسبب لنا جفاف بالأول والتالي ويأثر علينا. لكن أكو إهمال بهذا الموضوع من قبل الحكومة العراقية، ولهذا احنا ارتئينا بانه نتطرق الى ضمن الاخبار اللي تم نشرها على السوشيال الميديا حتى انه نسلط الضوء على هذه الكارثة الانسانية اذا تحققت لا سامح الله، هذا كله بسبب سوء الادارة المائية وايضا تحكم دول الجوار في الحصص المائية. دول الجوار اكو اتفاقات عالمية بخصوص الانهر الجارية من بلد الى بلد اخر، صحيح لابد من مراجعتها الجهات المختصة بالحكومة العراقية. احنا مرينا بعام 2018 كنا نتذكر الجفاف الضرر مناطق الجنوب، صح نشف كثير من مناطق موجودة بالاهوار، ادى الى موت بعض المواشي جلكم الله مثل الجاموس وغيرها الحيوانات. نفس الوقت انقضت على الزراعة، منها الرز، منها بعض الزراعات الأخرى، صحيح لأنه ما كان أكو مي يوصل إلى، طبعا هاي الصور قبل ما نحكي، هاي الصور هي نتيجة لبناء سدود لدى دول أخرى رأسا جفت أراضي الموصل. احنا نحكي احنا اليوم في بغداد وصولا الى البصره وشط العرب، اذا من الموصل من بدايه العراق دا يجف بعد فتره ايش راح يوصل لبغداد مي وايش راح يوصل لاهالينا بالجنوب. احنا شفنا الهجره اللي صارت من قبل اهالينا بالجنوب عام 2018-2019 بسبب الجفاف الحاصل، تركوا اراضيهم، تركوا حلالهم وسافروا، هذا الشيء سبب مشاكل عده. يعني مثلا انه الناس طبعا قدرت انه عفوا عافت مصالحها في الاراضي الزراعيه وعافت بيوتها، فجتي سببت ازمه ايضا في باقي المحافظات بتزايد العدد السكاني، اخذ فرص عمل الغير، بنفس الوقت انهجرت ذيك الاراضي اللي كان يعتمد عليها العراق بالزراعه. نشوف هاي الصور الموجوده، هاي صور السد اللي موجوده، طبعا هاي الصور اللي نشوفها هي نذكر انه هي مو جديده، لكن هاي الصور هي نتيجة لتشغيل السد اللي هو سد أليسو مثل ما قلنا، نتيجة من نتائجه، لكن احنا ليش نقول ليش ما ينتبهوا لها الجهات المعنية قبل وقوع الكارثة؟ يعني اكو دراسات قريتها على احدى المواقع الموثوقة تقول عام 2040 ما يبقى لنا نهرين بالعراق يجفون اللي هو دجلة والفرات. البارحة 2040 اذا تمت العراق بلا أنهار في 2040، أي بمعنى النبوءات السابقة ستتحقق وتحدث حرب المياه. يعني الواحد عنده بطل مي يمكن الناس يقتلونه على مود الناس تأخذ منه هذا البطل المي، صحيح. فالموضوع ما بي السادة المسؤولين، احنا نقول الناس اللي جت جدد اللي جاية لخدمة البلد بروح وطنية عراقية، انقذوا العراق من الجفاف، انقذوا أهالينا بالجنوب، احنا ما عايشين عيشتهم بس هم اللي يعانون هاي المعاناة وهاي كارثة على العراق، صحيح. والعراقيين أكيد. يعني احنا اذا ما وصلنا النتيجة يا حسناء يعني يكفينا بالاول والتالي المعاناة اللي نعانيها على جميع الأصعدة الاخرى. نكتفي بالحديث عن هذا الموضوع، ننتقل لموضوع اخر راح يكون يمك. نعم الموضوع الاخر